أول الأشواط الصباحية والخاصة بلقاء أبناء القبائل. ها هو الشوط الأول في الاستعدادات الأولى. بسم الله وعلى بركة الله. بدأت أول التحديات الصباحية من مسافة 5 كيلومترات لتنطلق في انطلاقات هذا اليوم في أسبوعنا مشاهدينا الكرام الخاص بسن الصغار. وها هي انطلاقة أول الأشواط، 14 شوطا خاصة بسن اللقاية في صباح هذا اليوم. مع انطلاقة سن اللقاية ينطلق الشوط الأول حاملا كذلك الأمنيات دائما والأماني للجميع بالفوز والانتصار. ترحيبنا بكل الأخوة المتابعين الحاضرين هنا على أرضية هذا الميدان، المتابعين أمام شاشة دبي ريسنج، والمتابعين الدائمين لهذه القناة العملاقة في متابعة سباقات الهجنة العربية الأصيلة. الشوط الأول خاص بالأبكار المحليات الأصايل، تنطلق في هذه النخبة وهذه الأعداد المميزة لتشارك في لقاء جميل ولقاء مميز يعيد الذكريات الأصيلة الدائمة في هذا الميدان. نعود لنتابع حضراتكم من البداية ونقدم على صدارة هذا الشوط البداية والاستفتاح الأول. تبتشر هنا سرابة تسير في المركز الأول لسلطان بن يراح الاجتبي، هو من يغرد على أول المراكز وأول المنطلقين نحو صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني تتواجد فيه منصورة لعبيد بن سعيد بن منانة الاجتبي من يحتل ثاني المراكز ليقدم لنا منصورة في ملاقات هذا الصباح الجميل. المركز الثالث نتابع ثالث المراكز، وهذه الحذرة تتواجد في المركز الثالث، تعود ملكيته لسعيد بن راشد بن فالح الشامسي، هو من يقدم الحذرة على المركز الثالث. بينما المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات سرابة لسلطان بن محمد بن مسفر بالقوبع، هو المتواجد والقادم مع رابع المراكز. أما المركز الخامس تصل فيه جلنار، تعود الملكية لسالم بن راشد بن غدير من يحتل المركز الخامس. والمركز السادس شعار بن زاهرة يقدم لنا صعيبة على المركز السادس. خليفة بن محمد بن زاهرة الخيلي وصل واحتل المركز السادس. بينما المركز السابع وصول هناك من شعار عامر بن حمد بن عفصان المنصوري مع مياسة. أما المركز الثامن، المركز الثامن هذه المنصورة تتواجد أو الزعيمة لعبد الواحد بالخزع العامري من تواجد واحتل المركز الثامن. أما تاسع المراكز تصل فيه الشاينية لمحمد بن سالم بن دري الفلاحي يتواجد ويحتل المركز التاسع في هذا المشوار الأول في تحديات الشوط الأول مشاهدين الكرام مع هذه اللحظات. أما المركز العاشر هناك سعيد بن مطر الرميثي، هكذا هي النتيجة حتى هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء. نعود لنتابع معاكم حلقة الوصل الأولى في لقاء هذا اليوم في تحديات هذا الصباح المميز. عودة إلى البداية والعودة إلى سرابة، لا زالت مسيطرة. سلطان بن يراح الاجتبي هو من يقدم سرابة على أول المراكز. هذه سرابة أمام حضراتكم تشارك في هذه الانطلاقة وهذه التحديات. المركز الثاني هناك تواجد كذلك من منصورة، ومنصورة تعود ملكية العبيد بن سعيد بن منالة، لكن تحدي من الجانب الآخر والحذرة تتواجد في لقاء هذا الشوط. هذه الحذرة سعيد بن راشد بن فالح الشامسي من يقدم الحذرة 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 على المركز الثالث. أما المركز الرابع تتواجد دلنار، هنا جلنار وسالم بن راشد بن غدير في عملية، أو مالك جلنار هو من يتواجد على المركز الرابع. أول الأشواط الصباحية، أول النشاط الصباحي هنا في حركات تحديات ورياضة قوية مميزة. المركز الخامس، المركز الرابع مشاهدينا الكرام في هذه اللحظة، المركز الخامس نسير لنواجه مياسة. عامر بن حمد بن عفصان المنصوري قدم مياسة في هذا الشوط. المركز السادس صعيبة، تعود ملكيته لمحمد
بن مبارك بن خليفة بن زار الخيالي وصل واحتل المركز السادس في هذه الأثناء. المركز السابع محمد بن سالم بن دري الفلاحي يقدم لنا مشاهدين الأعزاء الشاهينية في لقاء هذا الشوط. المركز الثامن أول اسم يصل والنداء الأول لثواني سعيد بن عبيد بن سالمين المنصوري. وصلت ثواني مشاهدين الكرام لتواجه الناموس هنا في انطلاقات المرموم. المركز الثامن من الجانب الآخر أحمد بن عتيج الرميثي يقدم الشاهينية على المركز الثامن. التاسع هنا منصورة سعيد بن مطر الرميثي. والمركز العاشر عبد الواحد بن خزع العامري يقدم الزعيمة لتحتل المركز العاشر. هذه الأسماء المنطلقة الحاضنة لتحديات هذا الشوط. لكن مشاهدين الأعزاء نعود بحضراتكم إلى بداية الشوط، نعود إلى بداية المنافسة، بداية المنافسة القوية. ولا زالت الأمور هنا تتواجد مع تحدي جل نار على المركز الأول باستمرار. سالم بن راشد بن حمد بن غدير لا زال يقدم هذه الذلول أمام حضراتكم لتسير بمسار القوة والاندفاع. 1200 على خط النهاية والحذرة غيرت الآن. سعيد بن راشد بن فالح الشامسي المركز الأول غيرت الحذرة بينه وبين جل نار في المنافسة. وصلت الآن الزعيمة أو مياسة، وصلت مياسة عامر بن حمد بن عفصان المنصوري يصل يحتل المركز الثالث، بينما صعيبة بالمركز الرابع محمد بن مبارك بن زاهر الخيالي، والمركز الخامس عبيد بن سعيد بن منانة، المركز السادس منصورة هنا سعيد بن راشد أو سعيد بن مطر الرميثي يقدم منصورة. هذه الأسماء حتى هذه اللحظات يا مشاهدين يا متابعين في الشوط الأول عودة إلى الحذرة، لا زالت الحذرة مسيطرة، ولكن جل نار عادت جل نار مرة أخرى، عادت جل نار. سالم بن راشد بن غدير والحذرة ومياسه والحذره وجل نار. ولا زالت مشاهدين الاعزاء تحديات هذا الشوط على قوته واندفاعاته، ولكن مياسه غيرت واحتلت المركز الاول. سلاله صوغانيه هنا مع عامر بن حمد بن عفصان المنصوري. انطلق انطلاقه صاروخيه وانطلاقه الفوز والانتصار. يا سلام يا مياسه. اذا عامر بن حمد بن عفصان المنصوري يغير إلى المركز الأول، يقدم العرض المميز مع وجود مياسة في المركز الأول وبدون منافس على الإطلاق. تحاول هناك جلنار في المركز الثاني أن تستعيد الحقوق والمركز الأول، ولكن خلاص مياسة حلقت في أجواء الناموس وتحديات الشوط الأول الصباحي في هذا اليوم. تهانينا والناموس لعامر بن حمد بن عفصان المنصوري على هذا الانتصار. المركز الثاني جلنار سالم بن راشد بن غدير. المركز الثالث الشاهينية لناصر بن ساعد بن سالم الهاشمي. المركز الرابع تصل فيه الحذرة سعيد بن رايد بن فالح الشامسي. المركز الخامس سعيد بن مطر الرميثي يقدم منصورة مشاهدين الكرام لتحتل المركز الخامس في لقاء هذا الشوط. هكذا هي النتيجة. لكن نعود مع التوقيت الزمني 7:45 و9 أجزاء من الثانية، والتوقيت الزمن الذي حصل مع مياسة تانينا والناموس عامر بن حمد بن عفصان المنصوري. المركز الثاني كان الحضور مشاهدينا الكرام من جلنار سالم بن راشد بن حمد بن غدير 7:48 وجزئين من الثاني توقيت الزمني. تانينا والناموس أما المركز الثالث في هذا التحدي وهذه المنافسة القوية. كانت الشاهينية حاضرة بالمنافسات. ناصر بن ساعد بن سالم الهاشمي 7:48 وثمان من أجزاء من الثاني. تانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار والذي قدمته من خلال تحديات هذا الشوط في هذه اللحظات المميزة. نعود لنتابع مشاهدين الكرام مع حضراتكم ثاني الانطلاقات الصباحية وثاني تحديات هذا اليوم من خلال هذه اللحظات. شوط خاص بالأبكار المهجنات الأصايل تنطلق فيه هذه النخبة الأخرى وهذه الأسماء الأخرى.